أو الفقرة الأخيرة من برنامج ليالينا هي اسمها جاوب بكلمة. رح نشوف مع بعضنا بعض الصور وانت تعطيني تعليقك عليهم. نمشوا لأول صورة معانا. كنت كيوت. هذه صورة كان عمري فيها 4 سنين، ذاك فيها 5 سنين أخذها لي عمي والله يرحمه، توفى هو السيد الله يرحمه ووسع عليه. ف هذه الصورة الوحيدة وأني طفل، الوحيدة اللي منك. وين جبتوها هي الصورة ده؟ طيب نمشي الصورة اللي بعدها. هي في هذا الرالي اللي نحكي لك عليه. هذه سيارتي طبعا، هذه قاعدة ما تحاولتش ضد الدبابة بعدين. ركبت لها لد هيك من فوق ضيه، وخديت قمات اعرض الاهمال، البرفنجوات كله حديد، البراول تحديد، عندي بلانكو التالي هذاك اللي كرف السيارات. حولتها بديت سيارة متاع صيد. حلوة. والجيتار معك؟ هذاك أخوي عزيز. الجيتار معك؟ إيه. مولد 2002. يعزف حتى هو؟ لا ما يعزفش، يغني راب. هذه صورة كانت في حفلة في غادي، عندنا كلاب اسمه كاتيا جاراج. فخدتها لنا مصورة مبدعة ألمانية اسمها يوليا ظني. فكانت حفلة حلوة جدا هذيك، ما ننساهاش. هذه آخر صورة كانت معنا اليوم في فقرة جاوب بكلمة، وآخر صورة في الحلقة كلها طبعاً. هذه ولا مازال في بعدها؟ خلص تمام.